على نار تبدا يهرول بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. استعرضنا في الدرس الماضي بحر البسيط والسريع. في هذه الحصة نحاول أن نستعرض بحر الرمل. الرمل، وقد قال فيه الفراهيدي: رمل الأبحر ترويه الثقات فاعلات فاعلات فاعلات. الرمل من الأبحر، السريعة، وعلى وزنه يأتي في الشعر الشعبي العراقي الموشح الذي يبدأون به مجالس اللطم. الرمل يصلح للأفراح أكثر مما يصلح للأحزان. وإذا جئنا بالرمل في الأحزان فإننا لا نأتي به في المقدمة، بل نأتي به في القفلة أو في آخر المجلس الحسيني. ومن أروع القصائد التي قيلت على هذا الوزن أرجوزة الشريف الرضي المشهورة التي يحفظها الكثير، وقد نقل العلامة آية الله الدكتور السيد فاضل الميلاني رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في مقدمته لديوان المدائح المنظومة في العترة المظلومة المجموعة الأولى أن أحد العلماء الكبار كان في يوم العاشر من المحرم يزور حرم الحسين عليه السلام، وكان ينشد وهو يطوف بالضريح المقدس هذه القصيدة للشريف الرضي رضوان الله عليه. فما أحس هذا العالم الجليل إلا وهو يخرج مدية سكين من جيبه ويحز بها نحره ويخرج الدم مواساة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام لشدة الفاجعة التي أثارتها هذه القصيدة في ذلك الموقع وفي ذلك اليوم
في نفس هذا العالم المقدس. والقصيدة تبدأ: كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. ميزان البحر: فاعلات فاعلات فاعلات، رمل الأبحر ترويه التقات. وهنالك الكثير من المواليد التي نظمت على هذا الوزن. وموسيقيا يسمى هذا البحر وما ينشد عليه الموشح الأندلسي. سأمثل لكم عليه من قصيدة للسيد ميرزا إسماعيل الشيرازي من شعراء القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الهجري. يقول في قصيدة تتحدث عن مولد أمير المؤمنين عليه السلام: وهذه هي الطريقة الشرعية لإنشاد الأناشيد الدينية. رغد العيش فزده رغدا، رغد العيش فزده رغدا، بسلاف منه يشفي سقمي، بسلاف منه يشفي سقمي. من ضمن الأبيات أقرأ بيتين: هذه فاطمة بنت أسد، أقبلت تحمل لاهوت الأبد. هذه فاطمة بنت أسد، أقبلت تحمل لاهوت الأبد. فاسجدوا ذلا له في من سجد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا، إذ تجلى نوره في آدم. رغد العيش فزده رغدا، رغد العيش فزده رغدا، بسلاف منه يشفي سقمي، بسلاف منه يشفي سقمي. إن يكون يوصف لله البنون، وتعالى الله عما يصفون. إن يكون يوصف لله البنون، وتعالى الله عما يصفون. فوليد البيت أحرى أن يكون، فوليد البيت أحرى أن يكون، لولي البيت يدعى ولدا، لا عزير لا ولا ابن مريم. رغد العيش فزده رغدا، العيش فزده رغدا، بسلاف منه يشفي سقمي، بسلاف منه يشفي سقمي. إذن هذا البحر الذي يجري منسابا كالرمال، رمل الأبحر، وسريع في إيقاعه، يصلح للفرح أكثر مما يصلح للرثاء. سنحاول أن نجرب أبياتا من مقصورة الشريف الرضي على الأطوار التي تعلمنا عليها.
فنفوز فوزا عظيما. كربلاء لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. ينساب معكم كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. كذلك بالمثكل متجاوب معكم هذا الوزن. لنرى في القزويني كيف نفعل. يا رسول الله يا فاطمة واهلا واهلا يا أمير المؤمنين المرتضى عظم الله لك الأجر بمن كظ أحشاه الظما حتى قايضا ناجح. إلى هنا إلى هنا ناجح. لنراه في المثكل العالي ماذا يفعل. يا شهيدا يا 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 صعب صعب. كلماته قصيرة ما راح أقدر أجيبها بالمثكل العالي بشكل جيد. يا شهيدا يا قوض الدهر به يا عمود الدين وعلى ما يا 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 هي الهدى ما عبيته. ما في إشباع للحروف، ما في إشباع للعاطفة. قصير، حس أنه قصير صح؟ نأتي نحاول هون نطبق التخبيص. لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء قتلوه بعد علمين منهم أنه خامس أصحاب الكساء. منيح، ولكن مرتوى. لا القارئ أشبع نفسه من العاطفة وما مد بالصوت بشكل مرتاح، ولا المتلقي سمع شيء صح؟ حس حاله بمجرد ما يريد يوصل للي يريده عم يقطش. الوزن قصير لا يساعده على التقاط ما نريد أن نوصله إليه. يمكن أن نقرأ هذه القصيدة بطور واحد أو طورين ونكتفي. وقد سألني قبل لحظات أحد زملائكم هل هنالك فرض على القارئ والقارئة أن يقرأ كل الشعر بهذه الأطوار الخمسة؟ فأجبته لا.
هذه الأطوار الخمسة إنما هي أدوات أضعها بين أيديكم، فبأي الأدوات تحسنون إيصال الرسالة من الشاعر إلى المتلقي عبر المجلس وعبر المذياع وعبر التلفاز؟ فافعلوا. إن استطعتم بالدرج فبها ونعمة، الدرج والمثكل فبها ونعمة، الدرج والمثكل والقزويني كذلك ممكن، دون المثكل العالي لا إشكال، الدرج والمثكل والتخميس كذلك يمكن أن تؤدوا ما تؤدوا، المهم أن يخرج الصوت بشكل طبيعي وبانسيابية ويكون متأقلم مع مشاعر الشاعر أثناء الإلقاء. اللي عنده سؤال أنا حاضر للإجابة. البحر الرابع من بحور الشعر العربي هو البحر الوافر، بحور الشعر وافرها جميل، بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول، أو مفاعيل مفاعيل فعول. مثاله: بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. كذلك عند استعراضي لعروض هذا البحر المتتبع الحصيف شعر بسرعة إيقاع هذا البحر. الآن لو أنشدنا معا هذه الأبيات، وقد أنشدها الكثير من المنشدين، تجدون أن هذا الوزن ينساق مع الأفراح أكثر من انسياقه مع الأحزان. ويمكن أن نمثل لكم بهذا الوزن بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، بآل محمد عرف الصواب، عيد بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، بحور الشعر وافرها جميل، بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، بآل محمد عرف صواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل نحاول أن نطبق الأطوار التي تعلمناها على بحر الوافر. قبل أن أطبق ماذا ترون؟ هل ينسجم إيقاع هذا البحر
مع الرثاء أم لا ينسجم؟ على الفرح أطوع منه للرثاء. إذن نتجاوزه أم نحاول أن نتمرن؟ نحاول أن نتمرن. فنفوز فوزا عظيم بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. جيد، إيقاعه جيد. لنرى على المثقل وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترى جيد. إذن ينسجم مع الرثاء. لنرى القزويني ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب إذن ينساب انسيابا وجميل وافر، يوفر لنا الحزن ويوفر لنا الفرح في نفس الوقت. وافر هذا فيه الكثير من الوفرة. جيد، لنراه في المثقل العالي. طعام حسامه مهج العادي وفيض دم الرقاب له شرايا وضربته كبيعته بخم عدا وضربته عته معاقدها من القوم الرقاب ذهب المصفى عدا علي المصفى وباقي الناس كلهم تراب. إذن بحر الوافر وافر وفيه العطاء الكثير، يصلح للرثاء كما يصلح للأفراح. هذا هو البحر الرابع الذي ينفعنا، وهنالك الكثير من القصائد في المجاميع الشعرية التي دللتكم عليها في دروس سابقة. البحر الخامس بحر الأناشيد الوطنية، بحر المتقارب. قلنا أكثر البلاد العربية أناشيدها من بحر المتقارب. النشيد الوطني لجمهورية سوريا العربية من بحر المتقارب.
النشيد الوطني للعراق من المتقارب، ونشيدنا نحن أبناء الحسين وخدمة الحسين من بحر المتقارب، أنشدناه سابقا وننشده الآن بنفس الطريقة. نعم الآن أحسنت. ميزانه عن المتقارب قال الخليل: فعول 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 فعول. عن المتقارب قال الخليل: فعول 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 فعول. الآن سننشد معا نشيد العهد. واحد اثنين ثلاثة. أميري حسين ونام الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والده، فهل تعلمون له من نظير، له غرة مثل شمس الضحى، له طلعة مثل بدر منير، حسين 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 حسين. إذن هذا البحر يذوب يذوب في الأناشيد، والأناشيد تذوب فيه، فهو الأنسب للأناشيد. لو أنشدنا النشيد الوطني السوري نجده من نفس البحر: حماة الديار عليكم سلام، أبت أن تذل النفوس الكرام، عن المتقارب قال الخليل: فعول 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 فعول. إذن نفس الوزن، وجدتم؟ كذلك فيه مجزوء المتقارب: كلنا للعلم، كذلك يأتي فعول فعول. إذن مجزوء المتقارب هو النشيد اللبناني، والكثير الكثير من الأناشيد، وهنالك أنشودة عالمية ترسخ ولاية أمير المؤمنين في قلوب المؤمنين والمؤمنات على نفس النسق: بدل أميري حسين قلتها سابقا علي أميري، ونعم الأمير نصير النبي وخير نصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. صلي على محمد وآل محمد. الآن نعيد هذا النشيد لترسيخ ولاية أمير المؤمنين في قلوبنا وقلوب المشاهدين الأعزاء. بنفس طريقة النشيد الحسيني: علي أميري ونام الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. علي ونام نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وزير. إذن هذا الوزن أقرب ما يكون
إلى روح الفرح والإنشاد الشرعي الذي يوصي به الحق جل وعلا والأنبياء والرسل وعلماؤنا الأبرار. هذه خمس أوزان من أوزان الشعر. الوزن السادس هو وزن الخفيف. الخفيف يقول عنه الخليل: يا خفيفا خفت به الحركات فاعلات مستفعل فاعلات. يا خفيفا خفت به الحركات فاعلات مستفعل فاعلات. مثاله بيتين للرباب بنت امرئ القيس سلام الله عليها، زوجة الإمام الحسين عليه السلام، قالتها بعد يوم العاشر: وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء، غادروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء. مع ما أن هذا الوزن خفيف وإيقاعه راقص ويصلح للمواليد كثيرا، يصلح للمواليد كثيرا، وهو أقرب إلى الإنشاد من الرثاء، ولكن يسع الخطيب المبدع أن يطبق قواعد القراءة على هذا البحر ويذوب رقة بين يديه. سنجرب الرثاء قبل المديح، لأن الرثاء هو أحوج ما نحتاجه في أيامنا هذه. فنفوز فوزا عظيما، وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته سنة الأعداء، منساب انسياب ولا أروع من هيك، مع الدرج. نحاول مع المذكر: غادره بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء، بكل سهولة ويسر أدينا هذا البيت بالمثكل. لنطبق القزويني: وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته سنة الأعداء، غادره بكربلاء صريعا، يا لا سقى الله جانبي كربلاء، يا
حسينا فلا نسيت حسينا عيد عيد وحسينا فلا نسيت حسينا قصدته سنة غادروه بكربلاء صريعاً لا سقى الله جانبي كربلاء. إذن هذا الخفيف خفيف لدى الخليل ولكنه ثقيل في الميزان ويؤدي رسالة الرثاء المطلوبة من الخطيب الحسيني وبأروع ما يكون يوصل الرسالة، ولكن في نفس الوقت نجده ينفعنا في المواليد. كذلك لو أنشدنا هذه الأبيات لأبي نؤاس في مدح الإمام الرضا عليه السلام، أنتم تجيبوني فقط بكلمة يا مولاي، يا مولاي جوابكم معي، لنرى كيف أن الخفيف روحه خفيفة، خفيف الظل، يدخل البهجة والسرور مع الكلمات المفرحة إلى قلب المتلقي. قيل لي أنت شعار الناس طرا يا مولاي، قيل لي أنت أشعار الناس طرا يا مولاي، في بديع من الكلام النبيه يا مولاي، في بديع من الكلام النبيه يا مولاي، لك من جوهر القريض بديع لك من جوهر القريض بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه يثمر الدر في يدي مجتنيه فعلى ما تركت مدح ابن موسى فعلى ما تركت مدح ابن موسى يا مولاي، والخصال التي تجمعنا فيه يا مولاي، والخصال التي تجمعنا فيه يا مولاي، قلت لا أهتدي لمدح إمام يا مولاي، قلت لا أهتدي لمدح إمام يا مولاي، كان جبريل خادما لأبيه يا مولاي، كان جبريل خادما لأبيه يا مولاي. أحسنت. إذن هذا البحر الخفيف خفيف الظل بإمكانكم أن تنشدوه في الأفراح والأتراح معا، أظن هذا المقدار يكفي لكي لا ننسى مع كثرة المواد التي تلقى على المسامع. قليل قر، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، قليل قر خير من كثير فر، فهذا القليل لعله يستقر في مستقر ودائع علمه في قلوب المؤمنين والمؤمنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سقط الحسين على نار.
تلقاه يهرول بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.